السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أريد أن أريكم نظرة عن الصخور التي تحوي مستحثات قديمة لكائنات حية. ها هي، انظر إلى هذه النوعية الصخور، انظر، هذه عظام، انظر، سأقترب قليلا، انظر، هذه عظام متحجرة. هاي انظر هنا، انظر، عظام متحجرة. هاي انظر، اقترب، انظر، حتى النقاط الصغيرة هذه ترى بوضوح لأثر العظام. انظر، هاي عظام متحجرة، هذه الصخور، انظر، هاي صخور تحوي عظام، هاي أصداف، هاي صدفة، سبحان الله. ها هي صدفة بحرية، هاي صدفة بحرية، هاي صدفة بحرية، أظنها واضحة، هاي سبحان الله. هذه منطقة صحراوية كما تشاهدون، هاي سبحان الله. من كان يقول أن الصحراء كانت فيها بحار، جميل حقا، ها هو جو لطيف، كأنها قدم، كأنها قدم نفر. الأغلب القدم نفر تدل على رعن قريب منك. هذا سن لكائن، انظر إلى العظام هنا، هذه سن، ظنكم ترونه، هذه لو أدلها إلى علماء الجيولوجيا أو علماء الآثار سوف أبيعها بأغلى الأثمان. هذه سن لكائن، صخرة متحركة، يمكنني أخذها معي. ها هي سن ناب، هذا ناب ليس سن ناب.
حقا منطقة غنية بالآثار، ديناصورات والكائنات البحرية. كأنها جرون هنا، هي جرون حسب الجرون العميق فهو يدل على مغارة. دائما خذها نصيحة، الجرون العميقة هكذا والتي تأتي أفقية هكذا عمودية هكذا فهي مغارة. انظر إلى هذه الصخرة هنا، هي وهي هي نظنها مغارة أسفلها حسب السيال هذا النازل إلى أسفل. ولكم حرية في التعليق إن رأيتم أي شيء مهم قد غاب عني، ولكم جزيل الشكر. إني أرى مكان يمكن أن يكون فيه دفين. ها هو، رأيتموه؟ ها هو، سوف نذهب إليه. هذا اشتباه، هذا شغل غير طبيعي. انظر للصخور، لكن لابد من جرن يدل عليه. نعم، ها هو جرن، ها هو جرن، رأيتموه؟ ها هو يشير مباشرة إلى هذه الصخور. هاي ها هو جرن، ها هو. هذا بسيال مباشرة، ها مباشرة، انظر، ها هو مباشرة إلى هذا الاشتباه. ألا حسب الجرن أيضا بوابة مغارة هنا. التلال دائما هي مكان للمغر والكهوف والدفائن أيضا. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى فيديو قادم إن شاء الله، انتظروني.